استكمالا للفيديو اللي فات، الآن صرنا جاهزين لنكتب قيود اليومية. طبعا زي ما قلنا المعيار ASU أو Accounting Standard Update رقم 2 على 2016 صار مطلوب منا سواء عقد الإيجار Operating ولا Finance أن نثبت قيمة عقد الإيجار كأصل وكالتزام في الميزانية. عشان كده القيد تبعنا حيكون حاجة اسمها Right of Asset، هذا الأصل تبعنا. في الجانب الثاني حاجة اسمها Lease Liability، احنا أثبتنا الأصل وأثبتنا الالتزام. طبعا بحاجة اسمها Present Value of Lease Payment اللي هي هذه الدفعات، بس هنجيبها من الحسبة الأساسية بتاعتنا. قلت احنا أثبتنا الأصل كأصل والتزام، لأن في نهاية السنة الأولى حيستحق علينا قيمة الدفعة الأولى، قيمة الدفعة الأولى بتخفض الالتزام اللي علينا، وبندفع هنا نعمل كاش، دفعنا الدفعة الأولى، هذه الدفعة بنجيبها من جدول liabilities، لو أخدتوا بالكم هي جدول liabilities lease amortization table، هذه الدفعة الأولى في السنة الأولى، دفعناها، الآن مطلوب منا نثبت قيمة lease expense، lease expense. طبعا ليس اكسبنس هذا بروح على income statement، لكن هنا مطلوب منا نثبت بموجب حاجتين، الجزء الاولاني قيمه الانترست وقيمه مين وقيمه الامورتيزيشن حصلت على الرايت اوف يوز اسيت. عشان كده كنا هنجيب هنا حساب الليس لايبيليتي، هنجيب هنا عباره عن الرايت اوف يوز اسيت، وهذه طبعا من جدول الليس اكسبنس بنروح نجيبها. هاي الليس اكسبنس كاجوال، طبعا لو خدتوا بالكم هذه العشرة آلاف في السنة الأولى، هنا بنتكلم عن السنة الأولى، وقيمة هاي العشرة آلاف بعد السنة الأولى، وقيمة الفائدة طبعا لو خدتوا بالكم وهي عبارة عن هذين، وهذا قيمة التخفيض اللي حصل على قيمة الـ Right of Use Asset اللي هو على حساب الأصل. طبعا هدول لو خدتوا بالكم بيكون مجموع العشرة آلاف. الآن هذا كان السنة الأولى، نفس الكلام بتكرر للسنة الثانية. السنة الثانية في عند استحقاق لقيمة الليس بيمنت اللي هي دفعة الإيجار، راح ندفعها. هذا بنروح على السنة الثانية في الليس لايبيليتي الجدول الأول، نجيب الدفعة الثانية هذه، وبنيجي هنا لنسبة الليس إكسبنس السنة الثانية، ونسبة كمان lease liability اللي هي إثبات الفائدة على lease liability وتخفيض قيمة right of use asset. طبعا هذا بتكلم عن lease expense، يبقى كنت هروح على جدول lease expense، والآن بتكلم عن السنة الثانية، وقيمة الفائدة المستحقة أعطاني إياها في نفس الجدول لو هذا الرقم في السنة الثانية، وهذا عبارة عن الريدكشن أو التخفيض اللي حصل على 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 قيمة الـ Right of Use Asset أو ما يسمى بالأمورتيزيشن، الإطفاء أو الاستهلاك زي ما تقول. الآن نيجي في السنة الثالثة، برضو في عندي دفعة ثالثة وهي الكاش، وبنجيب الدفعة دفعة الإيجار من السنة الثالثة، هي السنة الثالثة دفعة الإيجار بنجيبها من liabilities اللي هي هذه، والlease expense بنجيبها من جدول lease expense. نعمل كده، كان ممكن نسحب، طبعا المبلغ تبعها بنجيبها من lease expense schedule، هي عبارة عن 10,000 هذه، و الانترست على الليابيليتي اعطاني اياها تو حسبناها هنا، لازلنا بنتكلم عن الليس اكسبنس، فبنجيب هذا، وبنجيب الامورتيزيشن على الرايت اوف يوز اسيت اللي هي نفس السنه اللي هي هذه. وبهيك بكون خلصت القيود اليوميه. بضل عندنا اخر حاجه كيف نعمل ميزانيه، طبعا بين هنا ميزانيه في نهايه السنه الاولى. طبعا الرايت اوف يوز اسيت في نهايه السنه الاولى بنروح على الرايت اوف يوز اسيت، طبعا هذا الجدول lease expense هنا carrying value of right of use assets، هذه في نهاية السنة الأولى في عندي هذا الرقم، هذه قيمة الأصل في نهاية السنة الأولى،
بعد ما استهلكناه بمقدار يعني رفعنا منه قيمة الانترست ورفعنا منه قيمة الامورتيزيشن حصلت على الرايت اوف يوز. تعالوا نشوف الليابيليتي. الليابيليتيز في عندنا نوعين، في منها شورت تيرم او كرنت ليابيليتي وفي لونج تيرم. الشورت تيرم طبعا هذا مهم جدا، نروح على جدول الليابيليتيز اللي هو الجدول الاول. مبين احنا في نهاية السنة الأولى كان في عندي 18,000. طبعا هذه 18,000 موزعين كالآتي، في إشي بده يندفع في السنة الثانية، في إشي بده يندفع في السنة الثالثة، عشان كده هذا يعتبر شورت تيرم وهذا بده يعتبر لونج تيرم. هذا الرقم، هذا احنا عندنا 18 في نهاية السنة الأولى بس موزعين 9 current liability و 9500 هذه عبارة عن long term liabilities. طبعا عشان نتأكد ان شغلنا صح لازم يكون مجموع هذول صحيح، لازم يتساوي مع ال right of use asset التزامات بدها تساوي الأصول. آخر حاجة المبلغ اللي يحمل على income statement هو عبارة عن lease expense في نهاية السنة الأولى، وهو أعطاني إياه في الإكسبنس تمروا على الليس إكسبنس اللي هو عبارة عن 10,000 اللي هي موجودة عندنا. وبهيك بيكون خلصنا من السؤال، إن شاء الله يكون يعني وضحت الأمور عندكم.